إذا كنت من عشاق التميز والانفراد فأنت دون أدنى شك ستعشق هاي القائمة. اخترت لك مجموعة من أغرب السيارات اللي مرت في التاريخ واللي كانت تتميز بأفكار جنونية غريبة، منها ما تم إنتاجه ومنها اللي ما انباع أساساً وضل عند الشركة ومنها اللي اختفى تماماً من على وجه الأرض. خليكم معي في هاي القائمة اللي ضمت لكم فيها 10 سيارات من أغرب السيارات اللي تم صناعتها. نورمان تيم سبيشال 1947. السيارة هاي تعتبر تحفة فنية قام فيها مهندس اسمه نورمان تيمس، واللي قام فيه بتصميم السيارة بنفسه من خلال تصميم شاصي من المعادن المستخدمة في الطائرات والخشب والألمنيوم اللي استخدمه لعمل التصميم الخارجي. أخذت منه السيارة 3 سنوات لبنائها وتكلف ما يقارب $10,000 في وقتها، أي ما يعادل $100,000 حاليا. تم تركيب محرك بيويك 8 سلندر قادر للوصول ل 190 كيلومتر، هذا كان رقم خيالي في وقتها، وطبعا هذا الاشي كان بسبب خفة وزن السيارة والأيروديناميكية العالية اللي بتتمتع فيه. السيارة تحفة فنية وكان شكلها مختلف عن أي سيارة ممكن تشوفها بوقتها، وطبعا أكيد حضرت كل المعارض اللي لها علاقة في السيارات والسيارات المميزة وحازت على كتير جوائز، ولكن نهاية السيارة كانت شوي حزينة. السيارة انباعت أكثر من مرة، آخرهم كانت في مبلغ $17,600 وانعرضت في أكثر من متحف، ولكن في 2018 صار إشي محزن. كانت سيارة عمرها وقتها 71 سنة وكانت هي النسخة الوحيدة في العالم، وللأسف تعرضت للاحتراق من ضمن حريق صار بالغابات في وقتها، قضى على أكثر من 30 سيارة تاريخية بسبب هذا الحريق، وكانت هاي السيارة واحدة منهم. General Motors Firebird 1 XP21 عام 1953. السيارة هاي أقرب ما يكون لرسمة ولد صغير بيتخيل سيارة سريعة. أول إشي بيخطر في باله هو أنه يعمل طيارة ويحط عليها 4 عجلات. هذا الإشي فعليا قدمته General Motors لعروض السيارات في عام 1953، وكانت من تصميم هارلي إير اللي استلهم تصميمها من الطائرات المقاتلة في ذلك الوقت. ما كانت للإنتاج التجاري أبدا وكانت مجرد استعراض لقدرات الشركة في التصميم والأداء، ولكن ممكن تحكي لي انه اوكي طيب عادي شكل سيارة على شكل طيارة وخلصنا. لا، هاي السيارة فعليا كان فيها محرك توربيني حقيقي لدفع السيارة، يعني السيارة ما كان فيها محرك عادي، كان محرك توربيني كان يولد قدرة 370 حصان. تخيلوا في 53 هذا الرقم كان خيالي. السيارة انعرضت في متحف هنري فورد في ميتشيغان ولا زالت تعرض بشكل منتظم في معارض السيارات إلى يومنا هذا. شركة جنرال موتورز قامت بإجراء أبحاث كتير حول جدوى محركات التوربينية إنها تحطها في سياراتها، وطبعا هذا الإشي بدأت فيه بالأربعينات وبدأت الشركة فعلا إنها تعمل هذا الإشي في الخمسينات. وهي السيارة كانت تعتبر تجربة للسيارات المستقبلية وأطلقت منها 5 نسخ بتصميم مشابه للطائرات وبقدرات مختلفة في المحرك، ولم تعرض للبيع أبدا. كرايسلر ستريملاين إكس جيلدا 1955. يبدو أنه فترة الخمسينات كانت الناس متأثر بتصميم الطائرات واللي رح نشوفه كتير في هذا الفيديو. هاي السيارة برضو واحدة منهم واللي تم تصميمها بناء على طلب المدير التنفيذي للشركة كاختبار للإبداع في التصميم والأداء. ظهرت للمرة الأولى كسيارة عرض في سالون دي تورينو عام 1955، وقامت بجولة في وقت لاحق في جميع أنحاء أوروبا ثم الولايات المتحدة. تم تصميم السيارة بمعايير الإيطاليين مثل فيراري ومازيراتي، وكانت الفكرة منها بالأساس استخدام محرك توربيني ليشغلها، ولكن انتهى الموضوع بأنهم ركبوا عليها محرك عادي فقط لمشي السيارة سعة 1500 سيسي وبسرعة ما تجاوزت 225 كيلومتر في الساعة. السيارة ما كانت مخصصة للإنتاج التجاري فقط، فما كان كتير مهم دي قدرة المحرك لأنه كانت بس مجرد استعراض للشركة. السعر التقريبي للسيارة حاليا هو $125,000. فيراري بينينفيرينا F12S 1970. إذا كنت مفكر أنك بتعرف كل سيارات فيراري وبتقدر تميزهم من الوهلة الأولى، فبتوقع أنك هتغير رأيك بعد ما تشوف أحد أكثر سيارات فيراري غرابة في التصميم، واللي عملته الشركة اللي عرضها في معرض جنيف للسيارات عام 1970، وكانت من تصميم شركة بينينفيرينا، واللي كانت فيراري عم بتقدم تصميم مستقبلي غريب من سياراتها، واللي كان بالأساس مبني على سيارة F12S. السيارة استقبلها النقاد وعشاق السيارات بشكل جيد جدا وحصلت على 22 جائزة في التصميم. إذا بدنا نحكي عن المحرك، فيراري مش رح تحط أي محرك بسياراتها. سيارة تمتلك 550 حصان من محرك V12 أو 12 سلندر بوصل للمية بسرعة 3 ثواني. تخيلوا السيارة كانت توصل لسرعة 355 كيلومتر في هداك الوقت، رقم مخيف.
في عام 2014 انباعت السيارة لرجل أعمال أمريكي ومحب للسيارات بسعر ما كشف عنه، ولك أن تتخيل السعر إشي فوق $2 مليون بالراحة. وطبعا الزلمة هاد وعد الناس إنه أوكي هاي السيارة الحلوة اللي أنتوا بتحبوها أنا رح أنزلها على الشارع وتشوفوها ورح أشغلها. ما وفى بعده. لانسيا ستراتوس HF0 1970. لانسيا في المناسبة تعتبر أحد الشركات اللي للأسف تحولت من عملاق في صناعة السيارات لشركة بتصنع سيارات أشبه بما يكون إلى ألعاب الأطفال حاليا. سيارة لانسيا ستراتوس هي من السيارات اللي شاركت في بطولة العالم للراليات وحققت نتائج رائعة في فترة السبعينات والثمانينات، ومن هاي السيارة استوحوا طراز ال HF0 اللي عم نحكي عنه هلا، واللي تم تصميمه عام 1970 كنسخة اختبارية فقط ليشارك في مهرجانات الأناقة للسيارات الكلاسيكية. ظهرت المرة الأولى في معرض تورينو للسيارات بتعاون بين لانسيا وشركة بيرتوني للتصميم. أبرز ما يميز هاي السيارة كان شكلها الخارجي والباب اللي بيفتح من الأمام ليصعدوا فيها الركاب، والزجاج الأمامي الطويل جدا اللي كان يبين جسم الراكب فيها كامل من فوق إلى حتى أقدامه. السيارة كانت تحتوي على محرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، بنتج قوة 115 حصان فقط. فالسيارة يعني ما كانت سيارة سباق، ما معناه كانت سيارة شكلها غريب ولكن كان أدائها عادي. وإذا كنت حاس إنك شايف السيارة من قبل فبتكون شفتها في فيلم مايكل جاكسون مون ووكر عام 1988. السيارة حاليا سعرها $1,400,000 ونصنع منها نسخة واحدة فقط. دوج ديورا 1965. هاي واحدة من أغرب سيارات دوج اللي انصنع للمرة الأولى في عام 1965، وكان تجميع ما بين دوج وكرايزر وفورد، حتى في منه أجزاء من فورد موستنج. تصميمه الملفت خلاه يفوز ب9 جوائز ما فيها جائزة ريدلر، وشركة هوت ويلز قامت بتخليد ذكرى السيارة هاي بصنع لعبة مشابهة إلها. طبعا هوت ويلز للي ما بيعرفها هي شركة بتقوم بصناعة مجسمات سيارات صغيرة أو تعتبر ألعاب نوعا ما، ولكن قديمة جدا. ففي ناس عندهم هوس بتجميع المجموعة تبعتها، ففي ناس في بيوتهم آلاف من السيارات الصغيرة، وفي منها هوت ويلز تنزل إصدارات غريبة أو إصدارات نادرة، فهاي الإصدارات تباع بالآلاف، فيعني الموضوع جدي شوي. فهوت ويلز عملت مجسم لدوج ديورا على أساس أنه تخلد ذكرى الدوج هذا. طبعا تصميم الدوج كان كتير غريب، أغرب إشي فيه هو طريقة دخولك إله. أنت لازم تفتح الواجهة الأمامية عشان تقدر تفوت، ما إله بواب من جانب، فطريقة دخولك كانت كتير غريبة، زائد أنه عليه محرك 6 سلندر 2800 سي سي بقوة 101 حصان. هلأ بصراحة هو تحفة فنية أكتر من أنه للتحميل أو للسرعة، فما حد رح يحمل فيه إشي ولا حدا بده يأسرع فيه، هو بالنهاية بركب تنين، ف 101 حصان كافية. طبعا عرض للبيع بمبلغ $350,000 تقريبا. بصراحة أنا حبيت التصميم فعلا وشايفه للآن يعتبر عصري بالنسبة لعمره. كرايسلر توربين، مرة أخرى سيارة بتشبه الطيارة، وهي المرة من اسمها ففعلا السيارة فيها محرك توربيني حقيقي. طبعا تم إنتاج السيارة لمدة عامين فقط خلال الستينات، وتم تجميعها في مدينة ديترويت الأمريكية عام 1963، وتعد من أغرب السيارات اللي أنتجتها الشركة على الإطلاق. السيارة بتستمد طاقتها وقوتها من زوج محركات أو محركين توربينيات بقوة 130 حصان، والغريب أن السيارة بتشتغل على أي نوع من الوقود، بنزين، ديزل، غاز، بنزين طيارات، أي شيء بيشغل هاي السيارة. وعشان أعطيكم مثال عن فرق المحرك الموجود فيها عن محرك سيارتك، فالار بي ام مثلا اللي هو عدد دورات المحرك الموجود في سيارتك تقريبا بين 8 و9، وانت فعليا الار بي ام مؤشر الار بي ام ما بيوصل للرقم هذا، بالعاده بيكون هو بين 3 4 5 بتكون داعس للسياره، ولما يوصل 6 7 يعتبر رقم عالي. بينما هاي السياره بيوصل الار بي ام فيها ل 60,000 لفه في الدقيقه. تذكر سيارتك بتوصل ل9، هاي بتوصل ل 60,000 لفة في الدقيقة. المحرك اللي فيها هو محرك توربيني بلف بسرعة هائلة ليدخل الهواء اللي بيحرك المراوح اللي بيحرك العجال، فغريبة غريبة الفكرة. تم إنتاج 50 سيارة بين عامي 63 و64، ولم يعد موجود حاليا سوى 9 نسخ من هاي السيارة. احتفظت كرايسلر بسيارتين و5 معروضة في متاحف في الولايات المتحدة، و2 يمتلكهم حدا في مجموعته الخاصة. السيارة كان مفروض تكون تجارية لكن توقفت بسبب مشاكل في الأداء، مراجعات الزبائن كانت تشتكي منها، خصوصا اجراءات بدء التشغيل معقده، لانه هي مش زي سياره عاديه بتكبس سويتش وبتضلك شغال، لا كان في لها هيك طريقه غريبه، وكان صرف الوقود عالي فيها. وبنفس الوقت واهم شيء الضوضاء الازعاج. انت بتخيل انه هاي السياره توربينيه، يعني انت بتكون واقف على الاشاره وفي جنبيك سياره صوتها طياره واقف جنبيك، فموضوع غريب شوي. سعر السياره كان وقتها $16,000. نرجع نحكي بال63، $16,000 هذا رقم جدا جدا عالي بوقت. حاليا السياره تباع ب $450,000 تقريبا.
أمبيكار موديل 770-1961. يبدو أنه بهاي الفترة كانت الشركات بتحاول تغير شكل السيارات، مرة طيارة مرة بيكاب وهاي المرة سفينة. يمكن هاي تكون حل للمدن اللي عندها منسوب مياه مرتفع، أو بتكون عندها مثل المدن اللي بتصير عندهم تسونامي، فأنت فجأة بتكون قاعد كل الناس عم تهرب من سيارتها اللي أنت قاعد في سيارتك لأنها أمن مكان بهيك موقف. فهاي السيارة برمائية حرفيا، واللي تم إطلاقها في معرض نيويورك للسيارات عام 1961، وهي من فكرة المصمم الألماني هانس تريب. تم إنتاج حوالي 3800 نسخة بين عامي 1961 إلى عام 1965، وظهرت في أفلام عديدة أبرزها The Presidents, The Sandwichman, Rotten to the Core, Analyst. طبعا تشكيلة من المواصفات والشهرة بتخليك تفكر إنه السيارة ممتاز رح تكون ناجحة، سيارة طلعت بأفلام كتير وفيها مواصفة مش موجودة بأي سيارة تانية، ولكن الواقع مختلف. عانت السيارة من مشاكل كبيرة، أهمها إنه ما حققت لوائح السلامة والانبعاثات اللي قدمتها الولايات المتحدة، بالإضافة إنه كان شكلها غير مقبول نوعا ما، وما كان في طلب على السيارة، يعني الناس ما حبتها. وكانت هاي نهاية السيارة العائمة. تتمتع السيارة بمحرك 43 حصان بسرعة 12 كيلومتر في المياه و 112 كيلومتر في الساعة على الطريق، وثمن السيارة حاليا يقدر في 120,000 دولار. بيويك لاسابر 1951. أشكال الطيارات اللي تعودنا عليها في السيارات في هذا الفيديو، ولكن هاي السيارة بمحرك عادي. تقريبا هاي التفاصيل أصبحت قياسية في السيارات الأمريكية بعد ذلك. كانت السيارة الفاخرة والضخمة اللي ظهرت المرة الأولى في معرض موتوراما للسيارات، وكان ذلك في عام 1951. احتوت السيارة محرك 8 سلندر بسعة 6000 سيسي وبقوة 254 حصان، وكانت تسارع من 0 ل 100 ب 12 ثانية، وهو مش رقم كتير عالي، ولكن السيارة ضخمة وعادي، يعني ما فيش مشكلة. أكثر إشي مميز في هاي السيارة غير شكلها هو ميكانيكية كشف السيارة اللي هو كانت كهربائية، وهذا إشي كان غريب وقتها، وطريقة الإضاءة الأمامية اللي توجدت في النص وكانت بتقلب بطريقة غريبة، في الإضافة إلى إضاءة الخلفية الوسطية اللي كانت تشبه المحرك النفاذ. تتواجد سيارة اليوم في متحف جنرال موتورز للتراث، وما انصنع منها إلا نسخة واحدة تجريبية وما انباعت أبدا. ETV سوبركار. ومن طيارة وبيكاب وسفينة لسيارة أشبه بغواصة. بتذكر مرة شفت صورة إلها في دبي وما عجبني شكلها أبدا، شكلها بشع بكل المقاييس، عجلات خفية ما بتشوفها أبدا من خارج، الشكل غريب يحسك أنها مركبة فضائية. السيارة مصنوعة بشكل يدوي ومبنية على شاصي المحرك سيارة شيفروليه أفيو 2006 مع تعديلات خارجية وداخلية جعلتها بهذا الشكل، واللي انعرض للمرة الأولى في معرض نيويورك للسيارات عام 2016. أما بالنسبة للمحرك فهذا الإشي يمكن الصادم، كل هذا الشكل الفضائي اللي بتشوفه تعتبره سريع جدا، لا، هاي السيارة تمتلك محرك بس 4 سلندر 1600 سيسي بولد 100 حصان، وتسارع على المية تقريبا 10 ثواني وأكثر شوي، فما في أي مواصفة فيها بتوديك على أي سيارة رياضية أو حتى أنها سوبر كار زي اسمها. إذا كانت المواصفات طبعا مش عاجبتك فالموضوع بسيط، الشركة باختصار بتقدم لك خيارات غريبة شوي، أنت جيب لها السيارة اللي بدك إياها وهي بتحول لك إياها لهذا التصميم مقابل 20,000 دولار. وحسب معلومات قرأتها على عند الشركة، ففي ناس حولوا سيارات مثل بورش تويوتا MR2 مثلا. ببساطة السيارة هاي مجرد تصميم خارجي وداخلي مبني على قاعدة ومحرك سيارة عادية، ولا تعتبر سيارة انتاجية ابدا. وبصراحة هذا التصميم هو اسخف تصميم ممكن تشتريه لسيارتك. كانت هاي قائمة بعشر سيارات غريبة من التاريخ، اللي فيه مئات السيارات اللي ممكن نحكي عنها في فيديوهات قادمة اذا عجبك هذا الفيديو. اتركوا لي رأيكم في التعليقات وشوفي سيارات كمان حابين تضيفوها على القائمة، ولا تنسوا الاشتراك ليصلك كل جديد.